People in the village of Barqa have decided to protect the extensive juniper forest that spreads on all the village lands. They call these lands the Juniper Kingdom. People in the village of Barqa have decided to protect the extensive juniper forest that spreads on all the village lands. They call these lands the Juniper Kingdom, Mamlekt al-Lizzab. They have set up signs that call for conservation, protection, and appreciation of nature along the roads that cross the forest. بلشنا بأول شيء بتنقنا على العالم إنه الشجرة ما بتضايق إنه الشجرة غامقة كتير هذه ما بتأثر على النبتة أو على شجرة التفاح. وقنعنا العالم بعدم القص لأنه زي ما العالم اقتنعت ما فينا نعمل شيء لوحدنا نحن يعني. هلا الحمد لله وصلنا لمرحلة كله اقتنع واقتنع بأهمية الزيب وشو الفوائد تبعوله يعني. Managing this forest opens new doors for sustainable nature-friendly ecotourism. الفوائد تبعها أول شغلة شجرة الزيب تنتج 50 طن من الأكسجين سنوياً بعكس كل النبات وكل الشجر. بيكفي إنه مجمل البيئة يعني. هي شجرة نادرة شجرة تاريخ هيدي، يعني أقل شجرة عمرها بال 2000 سنة. حرام نجي نحن نقطعها دغري هيك. ما بتعود تفرخ نهائياً خاصة أصلاً ما بتعود تفرخ. المملكة نحن مبادرة شخصية منا نحن يعني عرفنا أهمية الزيب وبدنا نحافظ عم بدنا نعمل شيء لمنطقتنا ولينا للزيب إنه شيء شجرة كتير مهمة. نحن قلنا زمان على الأرض نعمل مخيمات هون لمملكة الزيب وعنا جمعية كبيرة وصرنا نحط أرميت على الطريق تنعرض اللي بده يجي لعنا يعرف كيف بده يوصل تعرفنا على المنطقة يعني. وهلا عم جديد بلشنا بحملات تجير لشجر الزيب عم نزرع بمحلات ما في شجر نهائيا. نحن الهدف من الموضوع إنه نحافظ على بيئتنا نحافظ على مشاريع الضيعة. وهون مملكة الزيب أغلبيتها مملوكة يعني المشاع فيها قليل بس عم نحافظ على الملك وعلى المشاع بنفس الوقت المشاع نحن مستفيد منه.